فيرمو ما داش يدخل البنك ديالي جبرت ما كاين حتى شي حاجه ما داز. عيط له قلت له اخي راه ما داز والو. قال لي لا حقا راه جات مع الويكاند وصيفط نهار الاربعاء تقريبا نهار الاربعاء الخميس الجمعه نورمال مخصو يكون وصل شي تقريبا شي 25 اكثر من 25 واحد يعني اللي تنصب عليه الاسماء اللي كاينين ما تشكش فيه. حمد هيل المجين ما صار باش تنصب على هاد الفنانه كاملين وهاد لي سبونسور كاملين. عرفت شحال من سبونسور عنده انا راه تقريبا بزاف بزاف لي سبونسور اللي كاين. السيد هذا كان كيعطي شيكات في 600 مراتو يمشي دابا عند دارك جبرت الناس عاملين شكايه به بانه عطي شيكات في 600 في 600 الزوجه ديال. السلام عليكم. عبد الباري صاحب مطبعه اللي طبعت لافيشاج وداكشي اللي كل اللي كيتعلق بالبوبليسيتي ديال هذا الحفل هذا كامل. اول مره تلاقيت بهذا السيد هذا لقاني به واحد السيد كنعرفو في 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 سوكو التو على اساس انه عنده واحد الحفل كبير. ملي شفت انا ديك الحفل وشفت الفنانه اللي كاينين في ديك الحفل هذاك السيد صراحه ما جاتني حتى شي حاجه يعني اللي نقدر نشك فيها ولا هذا. قلت صافي هذا صافي غنخدموا مع هذا السيد هذا. اول حاجه تفاهمنا على المبلغ اللي غنخدم معاه وتفاهمنا انه يدوز لي واحد 50% افونس عاد نبداو الخدمه. عرفنا السيد شنو نعمل. السيد ملي تفاهمنا معاه صيفط لي الدوفي وهذا صيفط لي واحد فيرمون ديال 50% ديال هذا ولكن هو مزور يعني فيه السميه ديالي فيه كلشي عادي ولكن فيرمون مزور. يعني قال لي صافي 8 انا نورمال يعني 48 ساعه يدوز فيرمون. عيط الدراري انا الدراري اللي خدامين معايا عيط لهم خدمنا وكان صيفط لي داكشي يعني داكشي جا مزروب بالليل يعني في العشيه عاد فاليدا ديك الدوفي ديال. عيط الدراري خدمنا بالليل يعني حتى شي 6 الصباح سالينا خصنا ديك البانوات وفلاير ولي رولاب داك الشيء كامل ديال الحفل اللي متعلق بالحفل ساليناه كامل. مع 6 الصباح اتصلت به قلت له داك الشيء راه واجد. مشينا غلفنا داك الشيء ابينا واحد لي ستون اللي عنده في سوكو التو في بلايز. صافي ملي دازت النهار الاولاني النهار الثاني دازت 48 ساعه شفت فيرمون ما داش يدخل البنك ديالي جبرت ما كاين حتى شي حاجه ما داز. عيط له قلت له اخي راه ما داز والو. قال لي لا حقا راه جات مع الويكاند وصيفطوا نهار الاربعاء تقريبا نهار الاربعاء الخميس الجمعه نورمال مخصو يكون وصل. جات الجمعه السبت قال لي السبت والحد لا الويكاند هذا تسنى الاثنين ما كاين والو. عرفت السيد فيه تخربط. عيط له اثنين ثلاث جاوبني بدا كيهضر معايا قال لي لا انا حقا عندي كونت ماشي 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 في المغرب عندي بانكا في ديال على برا بنك ديال على برا. قال لي سيمانه عادي يقدر يوصلك داك الشيء اما ما عنده شي فلوس باش يخلص ولا شي حاجه بحال هكا. حسيت قلت له خاين نتلاقاك فيما كنت نجي عندك دوز لي وريني الروسين دوز لي فلوس كاش ولا شوف معايا شي حل. قال لي دابا انا لا دابا مرون ما راه يصور لي انا في كذا كل مره فيني سو قول انا فيني مشغول. احتاجت باقي النهار دابا نهار ديال الجمعه اللي غيبدا ليفينمون. قلت صافي غنطلع لعندو نهار الجمعه في العشيه طلعت عنده يعني قلت صافي يا يعني اما عيطيني فلوس ديالي ديك الساعه ولا غنعيط للمخزن. قلت له نهار الجمعه قلت له راه غنعيط للمخزن في الصباح قلت له راه اذا ما دوزتيش لي الفلوس ديالي هذا الصباح هذا غنعيط للمخزن. قال لي لا انا في الخمسة اجي عندي في الخمسة ديال العشيه اجي عندي نعطيك فلوس ديالي نعطيك الروسي ديالك. قلت دابا نهار الجمعه في العشيه غنجي الروسي ديالي انا تخنا ديك كيدوز بيا الوقت والسلام بعلم يدوز ليفينمون ديالو ويمشي فحال. عودت انا عيطت للدراري قلت لهم يلا نمشيو هاد ليفينمون هذا. مشينا جبرت الدنيا داكشي ماني وليد الدنيا مرونه فهمتي. انا صافي عيطت للسيد ودوزت الكوميساريه ديال العوامه قلت لهم شنو وقع لي. قالوا لي حق راه ما تابعش لينا وحقا هو ما تابعش ديك الجهه هذيك ما تابعش ليلو. قالوا لي ما تابعش تابعش الام تابع عند دارك. قالوا لي نهار الاثنين خصك تمشي تعمل شي كاين وكيل مالك. نهار الاثنين انا كنت كنتسنى نهار الاثنين عيط لي واحد صاحبي قال لي راه شبروه الدارك راه اعتقلوه. مشينا عندهم الدارك ديال اللي كاينه في كاستيا مشيت عندهم جبرتهم حق راه شبروه وملت الشكايه ديالي عملت داكشي قال لي عليا
وقالوا لي راه يقدموا نهار اثنين، يعني نهار اثنين، نهار اثنين ان شاء الله يتقدم. تقريبا المبلغ تقريبا شي 12000 درهم، 12000 درهم ديال بالتيفيه بكل شيء قول زائد التيفيه ديالي. دابا الدراري اللي معاك؟ الدراري اللي معايا دابا المشكل الدراري عندي، يعني الدراري يعني يعني خدموا الدراري مزوجه وهذا، يعني خصني ضروري ندوز لهم الصالير ديالي. دابا وعد لي شارج، اللي شارج اللي علينا اللي رولاب داكشي اللي خلصنا داكشي يعني كامل الجين ديالنا، وخصني ندوز نخلص الدراري كامل. مشيت للدارك جبرت، وصلوا دابا شي تقريبا شي 25 اكثر من 25 واحد، يعني اللي تنصب عليه، اللي تنصب عليه وكل واحد شحال المونطون ديالو اللي تنصب عليه. شكيت انت في الاول؟ شكيت طبعا. انا في الاول ما شكيتش، في الاول ملي تلاقيتو شفت صيفط لي الفنانه اللي كاينين، بقينا كنقادو له في داك الشيء، كان عدلنا له كل شيء تقريبا، فهمت؟ الاسماء اللي كاينين ما تشكش فيه، فهمت؟ حمد هيل المسجد ما صار، والسيد فهمتي السيد صاحبي عيطنا نمراته ولادو جاوا من اسبانيا باش يسمعوا باش يتفرجوا حمد هيل صدقته هو. المهم روينا في الاول، في الاول كامل تلاقيتو كذا كيهضر سيد واثق من راسو، سيد واثق كذا كتقول له شي حاجه راه صافي كلشي كيتعامل معك على انه انسان ثيق، نعم بروفيسيونيل كيتعامل معك، الهضره ديالو حتى هي بروفيسيونيل كيهضر معك صافي، ما يخليكش الحاجه اللي تشك فيها. الحاجه اللي خلتنا نشكو هي فيرمون، ما داش فيرمون، ملي ما داش فيرمون عرفت بان قلت حاجه من جوج، قلت هذا السيد هذا واقيلا كيتسنى يتباع له التيكيس عادي يدوز، قلت هذا احتمال، فهمت؟ قلت احتمال اخر هو انه عيسالي ليفينمون غيمشي بحالو، وهذاك الشيء اللي كان بصح. ملي طلعت تما شفت بنادم كامل، يعني كلشي ما كاينش شي واحد اللي تخلص من عنده، عرفت بان هذا السيد هذا راه يعني الخبر قبل ما يخرج عملت شكايه به، حيت عرفتو نصاب مادام ما دوش فيرمو هذا، عرفت بان السيد نصاب 100%. هذا السيد هذا ملي فتشت عليه انا جبرت شي واحد ما كيعرفو في طنجه، هذا السيد دخل لطنجه بشي وسيطه، بشي واحد دخل عرف شي واحد، وداك الواحد اللي كيعرفوا على الناس هذا كيعرفوا على هذا هذا كيعرفوا يا خور، بيدو تنصب عليه، فهمتي؟ وبدا كيدوز المعارف ديالو، كيدوز كيعيطنا هذا مثلا، هذاك الشيء فحال اللي وقع لي انا دابا، السيد اللي كنثق فيه انا دوزوا لي، وانا ما كنعرفوش هو، انا كنعرف داك السيد هذاك، يعني تيقت في السيد اللي دوزوا له باش تنصب على هاد الفنانه كاملين وهاد لي سبونسور كاملين. راه شحال من سبونسور عنده انا، راه تقريبا بزاف لي سبونسور اللي كاين، فهمتي؟ باش تنصب عليهم كاين كاملين، راه خصك تكون ذكي، خصك تكون ذكي بس تنصب على هذا، عباد الله كاملين صراحه. الحمد لله هذه علمتنا، فهمتي؟ يعني اذا كان وقع لنا قبل، يعني شي مره اذا وقعت لنا بحال هذا كنا دخلنا الشيك، مادام حنا كنخدموا دائما كنخدموا عادي، كان قانون ديال الخدمه صافي، كيجي كيديك افونس كتبدا مع الخدمه كالتالي كيكمل لك خلاص ديالك. وحنا خدامين، يعني ماشي خدام بوحدي ولا خدام عندي ايكيب ديالي خدام معايا، تقريبا دابا اربعه بينا اللي خدامين، يعني كل واحد عنده اسره ديالو، كل واحد هذا يعني كتجبر راسك انت، ماشي ما كتضيعش غير واحد، يعني كتضيع خمسه د الناس معك، فهمت؟ خمسه د الاسر، يعني كل واحد عنده اسره ديالو، كل واحد عليه، فهمت؟ يعني اخر وعد ملي اخر عيبات معك الليل، راه تجيب درايباتو معاك اللي راه ماشي ساهل. السيد كان كيهضر معانا بواحد الطريقه بانه راه ايرجون، خصو الصباح يكون كلشي واجد، وهو طلنا داك الشيء تقريبا مع الخمسه د العشيه، يعني ما يمكنش يتوجد له داك الشيء في داك، يعني ضروري خصك تبات لي. كان وجه الرساله اي واحد ما يثقش، الواحد اما يحط لك فلوس ديالك كاش، ولا يديك شيك ولا شي حاجه، وتا اذا عطاك شيك راه حتى الشيك راه ثم راه كان كيعطي الشيكات، السيد هذا كان كيعطي الشيكات في السميه مراته، يمشي دابا عند الدار جبرت الناس عاملين شكايه به بانه عطي الشيكات في السميه الزوجه ديالو، اللي دخل معاه حتى الزوجه ديالو دابا معاه، ماشي هو بوحديته اللي فيه في هذه القضيه هذه، حتى الزوجه ديالو راه الشيكات كاملين مدفوعين بالسميه ديالو، اي واحد كيطلب له الشيك كيبغي زيارة عليه كيطلب له الشيك كيكسب له الشيك في السميه الزوجه ديالو. تعلمت هي ان الثقه ما كايناش، الثقه الواحد يخدم بالقانون ديالو، يعني اي واحد تيدوز لك الفلوس تشوف الفلوس عاد خدم، ما كانوش فلوس ما كاينش الخدمه. هادشي اللي تعلمت انا دابا من هاد التجربه هذه اللي دوزت مع هاد السيده. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.